الناس اللي بتمشي بسرعة بالعربية تستفادوا ايه لما بتمشوا بسرعة بالعربيات؟ تستفادوا ايه غير ان انتوا بتعرضوا نفسكم وبتعرضوا كل اللي حواليكم للخطر؟ تستفادوا ايه ان انتوا بتعرضوا اهاليكم للخطر؟ النهاردة ممكن تبقى انت عيل صغير ولا حتى راجل كبير وبتجري بالعربية وتتقلب، ولا تطلع فوق رصيف، ولا تدخل في حيطة وتشحطط اهلك وراك، تخض امك ابوك اهلك في البيت يلاقوا التليفون بيرن، الو ايوه تعالوا استلموا ابنكم اتقطع 500 حته دخل في عربيه نقل، او تعالوا استلموا اللي اتبقى من ابنكم، او ابنكم ربنا نجاه بس خلوه يهدى شويه في السواقه. طبعا كل شيء قضاء وقدر، ما قلناش حاجه ونعمه بالله، بس لازم ناخد بالاسباب. مهما حصل حاول ما تجريش، مهما حصل شوف، مهما حصل مينفعش تمشي بسرعات مخالفة للقانون وتهور ومش عامل حساب لأي حد. روحك دي ربنا هيسألك عليها، روحك دي لو ضاعت، في ناس بيقولوا ده بيبقى انتحار، يعني انت كده منتحر، انت ماشي بسرعة جنونية وقتل، انت ممكن تقتل حد، حتى بتبقى فيها دية لو انت قتلت حد. نحاول نهدى شوية، السواقة حلوة وجميلة بس بالعقل.